أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو شباب ستار والموجة 64.3 FM، ولكل الناس صباح الدعوات المستجابة بكل خير. ومعاكم هويدة محمد في التقديم وباسم في العارضة التقنية، ومن برنامج صباح السعادة أكيد أجمل التحية الصباحية بنقدمها ليكم في بداية مشوارنا المملوء بالنشاط والحيوية. وعايز أقول ما فيش أجمل من أنك تشعر بالسعادة، والسعادة مرتبطة بالنجاح. طعم النجاح حلو بكل أشكاله، نجاح في الدراسة، نجاح في تربية الأولاد، نجاح في العمل، نجاح في مشروع. النجاح يعني إنجاز، والإنجاز بيدي شعور بالمتعة والسعادة. يعني خلينا نتفق مع بعض كده إنك لازم يكون عندك دافع وإصرار إنك تنجح في حياتك. بلاش تعيش في الماضي، اللي حصل حصل، ما تشغلش نفسك بيه. ما تفكرش في الماضي إلا لسبب واحد بس، إنك تكون أخدت درس مستفاد علشان لو وقعت مرة ما تقعش تاني. وحناخد فاصل إعلاني صغير ونرجع لكم مرة تانية. منتجع سيام وورل، فيلا على الماء، إقامة كاملة، مسبح خاص، توصيل بطائرة بحرية، أنشطة ترفيهية، ألعاب مائية. احجز الآن ويجز سفر وسعادة. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامج صباح السعادة مع راديو شباب ستار، ومعاكم هويدة محمد. وبقول بعض الناس بيتخيل ان النجاح ده مجرد صدفة، ممكن تيجي الناس وناس لا، وان الانسان اللي عايز ينجح هو اللي بينتظر الفرصة دي علشان يستفيد منها. لكن الكلام ده مش صحيح تماما، لان النجاح ما بيجيش بالصدفة، النجاح بيجي بالجهد الكبير وبالتفكير السليم وبالعمل المستمر. والأهم من كل ده الإصرار على تحقيق الهدف وكل حاجة بيتمناها. ومن أكبر الأسباب اللي بتخلينا نفشل الكسل، وإننا نركن أو نعتمد على ناس تانية هي اللي تدور لنا وهي اللي تسعى لنا على فرص النجاح. الفرصة صحيح بتيجي، لكن بتبقى نتيجة جهد، والفرصة عادة بتيجي بعد تعب وعمل مستمر. بالنسبة للناس العادية أوقاتهم كلها أغلبها بتضيع في الكلام وبس، يعني نفسي أكون كذا ونفسي أعمل كذا ويا ريت لو يحصل كذا، لكن في الآخر مجرد كلام. الناس العادية ممكن تحدد هدف أو أهداف، لكن الناس الناجحة هي اللي بتحط خطة واضحة تمشي بيها عشان تحقق الهدف. الناس العادية تلاقيها بتشتكي كتير من مر الحياة ومشاكلها وهمومها، أما الناس الناجحة هي اللي بتتأقلم نفسها مع ظروفها وبتحاول تستغلها لصالحها. كل واحد فينا عنده همومه وعنده مشاكله وتحدياته، منها اللي صعب ومنها اللي أصعب، لكن بدل ما نضيع الوقت في الشكوى وشيل الهم ممكن نضيع وقت في إيجاد حلول للمشاكل دي. الناس الناجحة مش بتركز قوي في نظرة المجتمع وكلام الناس والمستوى الاجتماعي طالما عملهم شريف وما بيحتاجوش حاجة من حد. الناس العادية ممكن يكونوا بيحلموا بمستقبل أفضل، لكن الناس الناجحة هي اللي بتحقق ده، لأنك ببساطة كده لو اكتفيت بالأحلام هتفضل طول عمرك تحلم. الحلم مش عيب، لكن الحلم هو مجرد نور بينبهك إنك لازم تحققه، لأن الحلم مش بيتحقق لوحده من غير فعل ولا جهد ولا صبر. الناس العادية هم اللي أفكارهم بتأثر فيهم، لكن الناس الناجحة هم اللي بيأثروا على أفكارهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل واحد فينا له أفكاره الخاصة بيه، ممكن تبقى الأفكار سلبية وممكن تبقى إيجابية، وهي دي طبيعة البشر عموما. بس مش معنى كده إن الناس اللي عندهم أفكار سلبية إن هم يستسلموا ليها، لا طبعا، لأن هم المفروض يواجهوها ويغيروها. وأسهل حل يقدروا يغيروها بيه إن هم يصاحبوا ناس أفكارهم إيجابية، فأكيد هيأثروا عليهم بالإيجاب. الناس العادية هم اللي بيشوفوا نص الكوباية الفاضي، لكن الناس الناجحة هم اللي بيشوفوا نص الكوباية المليان. ولازم تعرفوا بقى حاجة مهمة جدا، إن التركيز للنواحي السلبية مش بس هيخليك محبط ولا مكتئب، ده كمان هيخلي الفرصة إنك تكتشف نفسك ومميزاتها ما تكيش أبدا، لأن محدش فاشل في كل حاجة ولا حد ناجح في كل حاجة، بس في حد مصر على النجاح مهما كانت عنده صعوبات. وما زلنا معاكم وبرنامج صباح السعادة، ومعاكم هويدة محمد وراديو شباب ستار.